السؤال بيقول ازاي اقول انا حرة واللي حواليا بيختاروا انا عايزة ايه ومؤيدين عليا، ولما بختار حاجة مش بيرضوا. برضو انت بتتكلمي عن حرية غير اللي انا بتكلم عنها. اللي متحرر من جواه ما بيتعبش من بره. يعني ايه؟ لو انت من جوه غلبتي افكارك وغلبتي مشاعرك الوحشة وبقى عندك سلام وبتحبي ربنا، يوم ما يجيبولك البسي ده ما تلبسيش ده ما مش هيفرق معاك، لانك من جواكي حر. اللي بيخليكوا عمالين تتخانقوا تعملوا ايه وما تعملوش ايه، انه من جوه انتوا مش احرار. لو الواحد من جوه تحرر هتبصوا تلاقوه وديع جدا، وزي ما يودوه ما تفرقش معاه، هيبقى أي لبس وأي وقت وأي كلام وأي أكله، ما عندوش مزاج زيادة في حاجة، هو فرحان على طول.